ولا أطيب من تشيكن كاجو، وخاصة إذا كان صدور الدجاج من الوادي. بفك تفريزه وبقطعه مكعبات، بتبله بالفلفل الأسود، ملح، بضيف نشا، طحين وبيضة، بحركهم مزبوط حتى تتغلف قطع الدجاج. بحط بالقلاية زيت وبتركه يحمى، وبنزل قطع الدجاج حتى تستوي وتتحمر. بالوك بضيف زيت وبنزل البصل والجزر وبقلب شوي. بضيف الفليفل الألوان، الزنجبيل، الثوم والبروكلي، بقلبهم تقليبة خفيفة، بعدين بضيف الدجاج اللي قليناه. للصوص بحط صويا صوص وزيت السمسم، خل الرز، أويستر صوص، عسل، نشا ومي. بحرك وبضيفهم فوق الدجاج والخضرة، بحرك حتى تتكثف الصلصة معي. آخر إضافة هي الكاجو المحمص، بحرك وبقدمها وبزين بالبصل الأخضر والسمسم. واستمتعوا بأطيب طعم. صحة وهنا.